وقد قال حسن البنا قديما: لما تجلت أخطاء الممارسة السياسية باسم الدين ووقعت مآس بسبب ذلك مصبوغة بالدماء، قال متطهرا: لو استقبلت من أيامي ما استدبرت لعدت إلى ما كنت عليه، أعلم الإسلام وأربي الناس عليه. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أقحمت الجماعة في السياسة ولا قمت بها على المأثورات وانشغلت بالتربية والتعليم. قال هذا بعد أن وقع ما وقع وتجلت أمور وتكشفت أحوال، ولكن لم يكن لقوله هذا من فائدة. ووضع حسن البنا أصلا آخر وهو الأصل البيعة، والبيعة عند الإخوان المسلمين صوفية عسكرية، كما نص على ذلك حسن البنا عندما شرح أركان البيعة العشر، فإنه بيّن أن هذه البيعة، أن هذه الطاعة صوفية عسكرية، وشعار هاتين أي الصوفية والعسكرية: اسمع وأطع دون حرج وشك وتردد. هو صوفي حسن البنا، وقد بايع على الطريقة الصوفية قبل أن يؤسس الإخوان المسلمين، وذكر هذا في كتاب مذكرات باعية، وأنه بايع الشيخ الحصافية، وبعد ذلك أسس منهج الإخوان المسلمين، فأخذ هذه البيعة الموجودة عند الصوفية ووضعها في ضمن دعوته فبايع الناس. بل حتى اسم المرشد العام، هو اسمه المرشد العام، هذه الكلمة، كلمة المرشد، هذا اصطلاح صوفي، وهو الولي الكامل، وبعضهم سماها المرشد في بعض كتب الصوفية المتقدمة، ذكروا اسم المرشد ونقصوا عليه بهذا الاسم. وعندي قد أخرجت هذا كله، أن اسم المرشد اسم صوفي وضعه الصوفية، وهو أيضا اختاره لنفسه فسمى نفسه المرشد العام للإخوان المسلمين، وكل من يأتي بعده يسمى المرشد، وهو اسم صوفي واصطلاح صوفي. والمقصد هنا أنه وضع البيعة، وهذا أيضا الأصل الثاني من أصول الإخوان المسلمين، وهي البيعة. وبيعتهم تنقسم إلى قسمين: بيعة صوفية فيها عدم الاعتراض على الشيخ وعلى المسؤول، ولا تعترض فتنطرد. ويقول عمر التلمساني في كتابه ذكريات المذكرات أنه كان بين يدي حسن البنا كما يكون الميت بين يدي مغسله، وهذا شعار الصوفية، وأنه كان يسمع بسمع البنا ويرى برؤية البنا وغير ذلك. وهذا يلزم من ينضم الإخوان المسلمين بالطاعة وعدم المعصية. ثم هي من جهة أخرى بيعة عسكرية تلزم الشخص بطاعة المسؤول والأمير في الجهاد والقتال وغير ذلك، فهذا أيضا الجانب الآخر، وذكرناه قبل قليل أنه في رسائله ذكر أنها صوفية من جهة وعسكرية من جهة أخرى. والعسكرية وطاعة العسكرية بانت ووضحت عندما وضع عام 1940 ميلادي أسس التنظيم الخاص الجهاد السري للإخوان المسلمين، فإن هذا الجهاز كان يبايع من ينضم إليه على المصحف والمسدس أي القتل، حيث إذا صدر أمر له بالتفجير فجر، وإذا صدر أمر له بالقتل قتل، وهكذا صدرت أوامر في أيامهم وقتلوا وذبحوا. وذكرها هذا محمود الصباغ في كتابه التنظيم الخاص، ذكر العمليات التي قاموا بها من التفجير والقتل والظهور بالمظاهرات ووضع المتفجرات معاهم في المظاهرات، وقتلوا ناس وقتلوا من العسكر وغير ذلك مما يطول بيانه هنا. وأريد أن أذكر حادثة واحدة ذكرها محمود الصباغ دليل على الأوامر العسكرية، أن حصل أن هناك بعض الأوراق كانت تعمل للانقلاب، كانوا الإخوان المسلمين قد أعدوا أوراقا للانقلاب من قبل الجهاز السري التنظيم الخاص، انقلاب على الملك فاروق، فانكشفت هذه الأوراق في سيارة زيد، والدولة أخذت هؤلاء الذين كانت أسماءهم مذكورة في هذا وفي هذا التنظيم، فأرسل حسن البنا عن طريق السندي رجلا، لأن حسن البنا أعطى أوامر للسندي أن السندي مسؤول عن التنظيم الخاص، وأن السندي لا يأخذ أوامره إلا من حسن البنا مباشرة، وأنه لا بد ألا يتضح عند الناس أن ثمة علاقة ما بين التنظيم الخاص وما بين حسن البنا اللي هي القيادة العامة.
بحيث تكون القيادة العامة قيادة سياسية ظاهرة للناس، والتنظيم الخاص جناحا عسكريا ينفذ العمليات التي تأمر بها القيادة العامة، والقيادة العامة عن طريق حسن البنا هو الذي يعطي الأوامر للسندي والسندي يتقبل. المقصد هنا أن محمود السباق كان من ضمن التنظيم الخاص، ألف كتابه اللي هو التنظيم الخاص، يقول أن أرسل رجل لكي يفجر المحكمة التي كانت فيها هذه الأوراق قبل المحاكمة، بأن يضع شنطة فيها متفجرات بجانب الدولاب والمكان الخزانة التي فيها الأوراق. فهذا الرجل ذهب، فعندما وضع هذه الشنطة وهذه الحقيبة رآه رجل، فذهب هذا وانصرف فأخذ الحقيبة وأخذ يهرول خلفه لكي يعطيه حقيبته يظن أنه قد نسيها. فعندما رأى الرجل هذا الرجل معه الحقيبة أخذ يهرب أمامه وهذا يركض وراءه إلى أن قال له ألقي الحقيبة فإن فيها متفجرات حتى لا تفجره، فألقاها بعيدا فتفجرت هذه الحقيبة فغبض على هذا الرجل الذي وضع الحقيبة. عندما قبض على هذا الرجل الذي وضع الحقيبة أخذوا يستفسرونه، لأنه معروف أنها كانت المقصود بها الأوراق الموجودة في الخزانة، فأنكر أن له علاقة في الإخوان المسلمين، وأخذت الصحافة تذكر أن المقصود الإخوان المسلمين والعملية هذه. فأنزل حسن البنا مقالا بنفسه في جريدة الإخوان المسلمين يتبرأ من هذا الرجل ويبين أن فعل هذا الرجل ليس من الإسلام وليس من المسلمين. يقول محمود الصباق أن هذا الرجل عندما أري هذه الجريدة أن الإخوان المسلمين يقول أنك لست من المسلمين لفعلك هذا، اعترف الرجل وقال يكذبون، أنا هم الذين أرسلوني للتفجير، فكيف الآن يكفرونني؟ يقول محمود الصباق أن هذا الرجل لم يفهم مقالة حسن البنا، فإن مقالة حسن البنا لا يقصد بها ما ذهب إليه الرجل، وإنما هي من باب الحرب والحرب خدعة. يعني أن حسن البنا يكذب في هذا التصريح، إنما هو في دار حرب، يعني معناها تكفير الدولة. ولذلك مسألة تكفير الدولة أول من قال بها حسن البنا، ليس سيد قطب أول من قال بها. حسن البنا هو الذي وضع التنظيم الخاص بعد أن كفر الدولة والانقلاب على الدولة. ومحمود الصباغ يخبرنا في هذه العملية أن حسن البنا كان يرى أن الحرب خدعة، وهذه الحرب لا تكون إلا مع الكفار، وأن الحرب خدعة وكان يصول ظلم. فالعام 1944 حسن البنا بايع جمال عبد الناصر، وانضم جمال عبد الناصر إلى التنظيم الخاص وبايع السندي، كل ذلك من أجل السير للانقلاب على الملك فاروق. وأكيد ما دام يدعي الإسلام فإنه لا يجوز له الانقلاب إلا إذا كان يرى كفر الحاكم، وبالتالي حسن البنا كان يرى كفر الحاكم، وهو الذي أسس هذه وهو الذي كان وراء التفجيرات عن طريق السندي، كان يعطيه الأوامر وكان السندي يتلقى هذه الأوامر من حسن البنا مباشرة. بل إن السندي قضية أخرى نبين لكم طريقة هذه البيعة، أن السندي حصل أنه هناك قاضي قال له الخازن دار، هذا القاضي حكم حكما على بعض الإخوان المسلمين بالسجن، فالسندي رأى كفر هذا القاضي، رأى كفره، ثم بعد ذلك أرسل له اثنين من أعضاء التنظيم الخاص لتصفيته وقتله، فقاموا بقتله الاثنين. ولكن هؤلاء ولكن هذين الاثنين نجد أن قبض عليهم فسجنوا. فغضب حسن البنا غضبا شديدا على السندي، لماذا؟ لأن السندي تصرف من نفسه ولم يتلقى الأوامر من حسن البنا لقتل الخازندار. فيقول محمود الصباق أنه حصلت محاكمة للسندي من قبل حسن البنا وكبار مسؤولين الإخوان المسلمين. انظر، محاكمة خاصة دولة لوحدها غير الدولة، مع أن المفروض ما دام أنه عرف أن هذا هو القاتل يقدمه للمحكمة، صح ولا لا؟ لا، هم عندهم دولة أخرى. انظروا كيف الآن يتحقق أن عندهم دولة أخرى. محمود الصباق في كتابة التنظيم الخاص يقول احضر السندي، وحضر كبار الإخوان المسلمين من ضمن حسن البنا، فوجه له هذا السؤال، لماذا تصرفت دون أن يأتيك أمر؟ انظر، يعني لو أتاك أمر فإنه يجوز القتل، لأن هذا مقتضى البيعة، اسمع واطع ولا تتردد، ولكن لماذا تتصرف دون أن يأتيك أمر؟ واضح ولا لا؟ ما ناقشوه من جهة حرام قتل الخازن دار حرام أو أن ارتكب حرمة، لا، أنك تصرفت من دون أمر. فقال، انظروا ماذا قال السندي، قال أنني مرة كنت جالس مع الإمام حسن البنا فغضب على حكم هذا الخازن دار لأنه حكم على إخوان المسلمين بهذا الحكم، فظننت أن الإمام حسن البنا بهذا يريد قتله، فقتلته لأنني ظننت هذا الكلام من حسن البنا. ماذا قالوا له؟ قالوا له حكما حكموا عليه، بما أنك قتلت هذا الرجل بسبب ظنك أن الإمام حسن البنا يريدك أن تقتله، إذن يعتبر القتل خطأ، حكموا هذا الحكم، القتل خطأ، واخرج يا سندي ليس عليك شيء، هذا قتل خطأ. لماذا خطأ؟ مو من جهة الشرع، لا،
خطا من جهه حسن البنا انه فهم من حسن البنا, فاصبح حسن البنا لوحده هو الاصل الذي لو قال اقتلوا قتلوا, والذي اذا فهموا خطا فقتلوا اصبح القتل خطا. هذا منصوص عليه عند محمود السباق هذه القضيه وهذه الحادثه, مما ابين لكم ان البيعه عند الاخوان المسلمين كانت بيعه صوفيه جهه وبيعه عسكريه قياديه, وكانها دوله قائمه لها حاكمها اللي هو حسن البنا يصدر الاوامر ويحكم ويقتل الناس ويجاهدون ويفجرون وغير ذلك ويحاربون. وانقلاب عام 1952 اكبر دليل على ذلك.